وفي شباك الدنيا اليوم مشاهدينا نتجه إلى إيرلندا الشمالية، إذ انعكس النجاح الكاسح لمسلسل جيم أوف ثرونز أو صراع العروش ازدهارا على القطاع السياحي، حيث صور قسم كبير من المشاهد في البلاد. أعداد كبيرة من الزوار من أصقاع العالم كافة يتوافدون إلى مواقع التصوير منذ انطلاق العمل في العام 2011. في الأسبوع الماضي، أعتقد يوم السبت بالتحديد، كان لدينا حافلة بها 24 شخصا من جنسيات مختلفة. هذه البلاد تحمل كثيرا من المفاجآت، وكل شيء هنا جديد بالنسبة لي. أعتقد أن ارتباطنا بصراع العروش خصوصا في ظل نجاحه العالمي يساعد على تغيير صورة أيرلندا الشمالية في جميع أنحاء العالم. العلاقات العامة أحيانا تعطيك أكثر مما يمكن شراؤه. PR